هل سيتم تمديد الحجر؟ هل سيتم تعميمه على كل الولايات؟ بماذا ستنصحون الرئيس؟ والله شوف، القرار على حسب الأرقام للسلطة يعني ككل ولسيد رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأن احنا نقدم أرقام، نقدم ميكانيزمات، نقدم نتائج، وبالتالي القرار يرجع إلى من يدير في هذه البلاد، كل واحد المسؤولية نتاعه. نعم، ولكن احنا بالملاحظ إذا سمحتم بأنه أنصح الجزائريين والجزائريات لأن يشددون الحجر الصحي، يشددون الحجر الصحي الجزئي، لأن قد ما نشدوا الحجر الصحي قد ما ربما الحالات اللي تظهر التقل. يعني إذا لاحظتم كنا في 130 حالة مؤكدة، 140-150، أصبحنا اليوم في 94. هذا لم ننتصر بعد، هذا ما نقولوش باللي انتصرنا. لماذا؟ لأن ما يسمى بلا سيركيلاسيون دو فيروس، عندما شفنا الأرقام مثلا غادر ولاية البليدة على إثر الحجر الصحي الكامل والشامل، ولكن تسعى إلى ولاية الجزائر عن قرب وولاية أخرى، وبالتالي ننتصر به بفضل الحجر الصحي. ما نجمش تكلم لك يا سيدي الكريم على شهر رمضان، ولكن هذا الحجر الصحي هو اللي نجينا في أغلب الأمور من هذه الكارثة المؤكدة. رمضان يجي إن شاء الله نستقبله بكل فخر واعتزاز، ولكن لكن نزيد ونتحب نشوفوا رمضان الآخر، فلنلتزم هذه الأيام في حجر الصحي. هذا ولاحظنا يعني في الشارع في الجزائر العاصمة وفي المدن الأخرى، يا أخي ما هوش انضباط كامل، الناس تخرج مع الصباح وتتجول كأنه ما همش مسؤولين، حتى ومن بعد ثلاثة الناس تتجول بالسيارات. هذا غير مقبول على الإطلاق، والمسؤولية على حساب القرار.